عليها بركابي، جبد الموس، موس داك الموس اللي كيتحل بحال هكا. يعني الطفلة عندها 7 سنوات وما عندنا به حتى شي علاقة. هزا داها خطفة لهيه اللي دارت البنت هكا تتغوت بالعادة، ونادو الجيران كلشي تيغوت، اللهم لا تيسنكرو هذاك هرب. أختي كانت في الدروج كتلعب مع بنيتها الجيران، والأخت ديالي عندها 12 عام، الأخت ديالي اللي كانت معاها عندها 12 عام، والأخت ديالي الضحية عندها 7 سنوات. يعني بجوجهم كيلعبو؟ بجوجهم كيلعبو في الدروج. جا السيد داز، من بعد هما شافوه داز صافي، كانوا كيلعبوا ولا رجع تخبى عليهم هنا، خلى البنيته حتى وقفات في هاد البلاصه هادي وخطفها، جرها من حوايجها حتى الكسوه ديالها تقطعات، وزدحها في الارض وتكى عليها بركابيه، والناس كيشوفوا تكى عليها بركابيه، جبد الموس، موس داك الموس اللي كيتحل بحال هكا، بقى كيضربوا باش يتحل. هي البنيته اللي كتعاود لنا القصه هذه، بقى كيدير هكا باش يتحل، ملي يتحل صافي بالتلفه هي كتفركل وكتغوت، غير جرحها في كرشها، جرحها في كرشها، راه عندنا التصاور ديال جرحها وضربها هنا داك الزدحه اللي زدحها. والمراه كتلم الشرجم والراجل كيطلم ليه، بقاو كيغوتوا عليه، هو بدا كهذا غير جرحها وهرب صافي. يعني ما عرفناش شنو كان ناوي يدير. هي البنيته ملي عاودت لنا قال لك راه هزها، ومني شاف خواتها اختها كتغوت والبنيته الصغيره كتغوت حطها هنا، اما راه كان غادي بها للهيه زعما الحرث، حيت حنايا راه عندنا من هي غير حرث. يعني الطفله عندها 7 سنوات وما عندنا به حتى شي علاقه، يعني مازال كون كانت بيناتنا شي عداوه اعتداء جنسي انا كنظن، حيت هو اصلا ديجا تخبط واحد البنت عندها 20 عام، جرها وهرب بها لواحد الدار، غادي لدارهم الناس شافوه، كانوا جالسين الجيران في داك الحي ديالهم، تبعوه كيضربوه، عاد طلقها، وملي قبطوه الجندرم قال لهم انا ما كنتش باغي نعتدي عليها ولا هذا، انا كنت باغي نقتلها ونقطعها طراف ونديرها في ميكات. شي عاد وقع في شهر 12، حنا سمعنا القصه وانا كنت خدامه، السيده اللي خدامه معايا كتقول لي ما تخرجيش حيت هذه القصه سمعناها، ولاو كيدوزوا عندي البنات للدار عاد كنخرجوا. انا وليت خايفه، سمعنا هذه القصه صافي قلنا انه تقبط. ما نقولكش حالتها النفسيه، ما نقولكش كي دايره، حنا راه ديناها للطبيب النفسي هو اللي مكلف بها، حيت البنيته ما بقاش تقدر تنعس. هاد الليله فاقت الصباح قالت لي راني حلمت انك انت تعرض لك وقتلك. دابا راه عندنا نجلسه غدا ان شاء الله مع الوحده. حنا ما بغينا والو، حنا بغينا هاد السيد هذا كما كتقول الام ديالو، الا كان مريض يمشي يتعالج، حيت هو اليوم هذا اختي غدي هذه بنت اخرى. حنا ما كنهضروش اليوم غير على اختي، كنهضروا على بزاف د الاطفال. انا كنطالب الناس ولا الجمعيات اللي وقفوا معنا، حيت هذا السيد هذا راه ما ضر على كل شيء، على كاع الاطفال، ما ضر علينا حتى حنا. انا هو الاب ديال هذيك الضحيه ديال ديك البنيه اللي كانت هنايا جالسه، حنا دابا بقينا تنخافوا حتى في ديورنا. شنو وقع لهاد البنيه؟ هاد البنيه سيدي كانت تتلعب هنا، كانت هاد البنيه تتلعب هنا في هاد البيصه هادي هنا مع الخمسه ونص د العشيه. يلا خرجت باش تنفس واحد شويه في باب الدار، تبرد الحال بحال هاد التوقيت. واللي هذا جا ديك السيد راه تيكون بوانتي لهي هاد الدري هذا دايز من هنا، خطف البنت من هنا، ديك دخل الدار، دخل الدار من هنا. حنا انا ما عندي معاه لا عداوه ولا حتى قرابه ولا حتى شي حاجه، انا حرام علي حشومه علي، انا ما تنعرفوش طال عليك، راه حتى شتو عند الدرك الملك. وهاد السيد هذا راه فايت هز واحد البنت اخرى، هز واحد البنت راه كان مدخلها ولا اضرب عليها السيد، وديك عنده سوابق بزاف، ماشي اول مره، راه عنده سوابق بزاف. هزها داها خطفها لهيه اللي دارت البنت هكا تتغوت بالعاده، ونادو الجيران كلشي تيغوت، اللهم لا تيسنكرو هذاك هرب. زدحها في الارض راه مضروبه هنا بيدها، وهنا الكرش ديالها راه عندي تصاور تما، رجعتو من المحكمه تما ضربها هنا. اللي البنت غوتات بالعاده، ونادو الجيران تيغوتوا عليها، حال هذاك ناد هو اللي قوى عليه الصداع هرب. اللي هرب غوت انا عند الدرك الملكي، اللي هو عند دارك البنكي، حنا دابا داوه سميتو المحكمه. دابا حنا سيدي راه غدا عندي جلسه.